بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع الشفاء بالقرآن. إن أول خطوة للشفاء تكون بالثقة بالله سبحانه وتعالى. القرآن فيه شفاء. واحد، ذكر الله لنا أن في القرآن فيه شفاء نفسانيا وللقلب الروحي، وهو لجميع الناس مؤمنين وكفار. القرآن فيه شفاء من السحر والعين والحسد والمس والقلق والحيرة والأخلاق المذمومة والذنوب والمعاصي والشهوات المحرمة والميل عن الاستقامة والغش والعداوة والحقد والشر والكراهية والشك والنفاق والشرك. القرآن فيه الصواب والإيمان والابتعاد عن الكفر والحرام، وفيه رحمة للمؤمنين. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 2، ذكر الله لنا أن القرآن فيه شفاء للجسم المادي من الأمراض والفيروسات والسرطان ووقاية منهما، وهذا لمن آمن بالله وبالقرآن. فإذا كان المؤمن واثقا ومطمئنا بدون شك ومتوكلا على الله بأن القرآن فيه الشفاء، سوف يتعافى جسمه. إن تناول العسل وسماع القرآن وقراءته والتأمل والتفكر في معاني الآيات يزود الإنسان بالطاقة الإيجابية، لأن فيه طاقة إيجابية هائلة تنشط النظام المناعي ضد الفيروسات والبكتيريا والخلايا المسرطنة ووقاية من الأمراض. صوت القرآن إنه محمل بترددات أي ذبذبات وموجات صوتية إيجابية عالية سريعة لا توجد في أي كلام آخر. هذه الموجات الصوتية لها تأثير على كل خلايا الجسم وتنشط خلايا القلب والدماغ وتقوية الخلايا السليمة، فتجعله أكثر قدرة على مهاجمة الأمراض والفيروسات وتتغلب عليها. هذه الترددات أي الذبذبات في القرآن تعمل على تشويش الخلايا المسرطنة وتجعلها تضطرب، فتخربش برمجتها وتجعل عملها مختلا مضطربا، فلا تستطيع القيام بعملها، وهو التخريب وانقسام الخلايا بشكل عشوائي مسببة السرطان. بالمقابل، هذه الذبذبات تنشط جهاز المناعة، مما يسهل عليه القضاء على الخلايا المسرطنة ويساعد على نمو الخلايا الصحية، فيتم الشفاء بإذن الله. كثيرا من مصابين السرطان وحالات أخرى مستعصية تم شفائهم بسماع سورة الرحمن بصوت عبد الباسط عبد الصمد وبصوت عال وبخشوع وبنية طلب الشفاء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فاستمع إلى سورة الرحمن 3 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب أو العشاء، وبصوت عال وبصوت عبد الباسط عبد الصمد وبخشوع بنية طلب الشفاء، مع الاستمرار بمراجعة طبيبك الخاص والذي بإذن الله يبشرك بالشفاء والمعافاة الكاملة. استمع قدر المستطاع إلى القرآن وقراءته صغارا وكبارا، وبالأخص سورة الرحمن وسورة الفلق. To keep watching these videos, go to YouTube channel Nail Musitif.